عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنورنا دلوقتي ضيفنا الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. أهلا بك يا دكتور، صباح الفل عليك. منور. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل على كل المشاهدين. طبعا في البداية عايزين نتكلم معاك على تفاصيل كتير جدا بخصوص بلدية المحلة والأداء المميز والمفاجأة الكبيرة والطفرة اللي عاملها فريق بلدية المحلة، ولكن أستأذنك نروح مع مشاهدينا لتقرير سريع عن فريق بلدية المحلة ونرجع لحضرتك. المحلة الكبرى واحدة من أشهر المدن المصرية والتي تتبع محافظة الغربية، والتي اشتهرت بمصانع الغزل والنسيج في تاريخها الحديث، مما جعلها إحدى المدن الصناعية الكبرى على صعيد الجمهورية. وعلى الرغم من أن المحلة تضم أكبر مصنع غزل ونسيج في الشرق الأوسط ويتركز معظم اقتصادها في مجال الغزل والنسيج، إلا أنها عرفت أيضا بكرة القدم نظرا لاحتوائها على غريمين يعتبران كتب اسميهما بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بلدية المحلة وغزل المحلة. وعلى الرغم من فترة الصعود والهبوط التي عاشها الناديين، إلا أنهما ظل من أهم معالم المدينة، سواء إن كان بلدية المحلة الذي تأسس عام 1931 أو نادي غزل المحلة الذي تأسس عام 1936 وحقق بطولة الدوري وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليصبح الناديان رمزا من رموز المدينة. ومع مرور 4 جولات من الموسم الحالي في الدوري، لم يتمكن بلدية المحلة من الفوز سوى في مباراة واحدة كانت على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في افتتاح مبارياته بالدوري، ولكنه خسر من سموحة بهدفين ثم تعادل مع زد بثلاثية لكل فريق في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ثم التعادل مؤخرا مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ليحتل المركز 11 في الدوري، آملا في ألا يكون زائرا مؤقتا في الدوري ويتمكن من البقاء ليعيد ذكرياته في الممتاز في انتظار جاره غزل المحلة أن يعود قريبا. عودة حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل حوارنا مع دكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. أهلا بك يا دكتور، منورنا. وطبعا في البداية بنحييك على المميز اللي مقدمه فريق بلدية المحلة، وعايز أعرف منك كده تقييمك إيه حتى هذه اللحظة للفريق، كنت تتوقع الأداء المشرف ده؟ والله أنا دايما وأنا لما جيت مع حضرتك قبل كده واتكلمنا، يعني عندي ثقة كبيرة جدا جدا في مجموعة اللعيبة اللي احنا كوناها السنة دي في الجهاز الفني وبقياده الكابتن احمد عبد الرؤوف. يعني طول الوقت انا عارف وعندي يقين كبير جدا ان جواه حاجات كتيره جدا على مستوى الفني وعلى مستوى التخطيط لفرقته كبير جدا، فدايما متوقع منه ان احنا الدنيا تبقى كويسه وماشيه في اتجاه كويس جدا. الحمد لله طبعا فضل كبير من عند ربنا ان المنظر الناس مبسوطه منه وبنقدم كره كويسه. ولما قعدت مع حضرتك هنا قبل الدوري قلت لحضرتك احنا عندنا تارجت بتاعنا مقسوم لحاجتين، ان احنا نرجع تاني الكره المميزه اللي بيقدمها نادي بلديه المحله، ده رقم واحد، والرقم اتنين ان احنا البقاء في الدوري ممتاز. واعتقد ان احنا ان شاء الله يعني ماشيين بخطى كويسه جدا في الهدفين دول، وان شاء الله نقدر نحافظ عليهم يعني باذن الله. لو انتقلت معاك للنتائج من اول الدوري والطفره اللي عاملها فريق بلديه المحله، هل هتقول عليها من وجهه نظرك علشان فريق بلديه المحله مركز قوي ولاعيبته مركزه وحاطين تارجت، ولا علشان كانتش الامور واضحه لفرق كتير جدا؟ عشان اكون واقعي الاثنين. احنا من اول بدايه فتره الاعداد وتكوين الفرقه واحنا مركزين وعندنا هدف، وطول الوقت سواء انا وكابتن حماده علوي رئيس جهاز الكره او كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني بنتكلم مع اللعيبه في نفس الاتجاه، قافلين كويس جدا، مركزين على التارجت بتاعنا، بنحاول بشكل كبير جدا على قد ما نقدر يكون عندنا استقرار ووضوح للرؤيه. وكمان زي ما حضرتك بتقولي اكيد انه الفرق الثانيه كانت متوقعه ان احنا يعني امكانيات لسه مش قاريه الفريق بالظبط وما اتشافتش كويس الفرقه وكده، فكان يعني كرم ربنا علينا يعني كويس. هل نقدر نقول ان ده معناها انه فريق بلديه المحله لازم يستغل الدور الاول اقصى استفاده علشان الدور الثاني مش هيكون يعني نقول عليها كده بالامور الغامضه شويه اللي بنتكلم عليها، الامور هتكون وضحت بالنسبه للفرق الثانيه اكتر؟ كلام حضرتك صح،
لكن انا عندي وجهة نظر انه وارد جدا ان احنا يعني انا وجهة نظري انا في لعبتنا والجهاز الفني ان احنا مع الانسجام الاداء هيبقى احسن من كده كمان، هيبقى افضل من كده، هيبقى افضل من كده، لان في اخطاء بتتصلح طول الوقت، في حاجات بتوضح زي ما الغموض ده بيطلع او الغموض ده موجود عند الفرق الثانيه، الغموض ده موجود برضو في فرقتنا، في لعيبه لسه بتتطور ادائها بالظبط، بتكتسب خبرات اكتر، لان احنا متوسط الاعمار عندنا كلها 22 سنه. فده مع الوقت اعتقد ان شاء الله باذن الله بالاستقرار الفني والاداري هيبقى فيه انسجام اكتر واداء احسن من كده كمان. ممكن الجمهور يكون بيسال عموما او المشاهدين اللي بيتابعوا المباريات عايزين يعرفوا القوام الحالي لفريق بلديه المحله، نقول عليه بنسبه كام في المئه هو القوام اللي صعد بيه فريق بلديه المحله لمسابقه الدوري المصري ممتاز؟ من تقريبا 60%. 60% من القوام الاساسي اللي بيلعبوا اساسي. تدعيمات فقط هم 40%. تدعيمات اقل من 40%، لكن اللي بيلعب القوام الاساسي دلوقتي 60%. 60% من القوام الاساسي لفريق بلديه المحله. بالظبط. هل ده عامل نوع من انواع الانتعاش النفسيه ومدي ثقه ومدي اصرار للعيبه انه احنا تعبنا قوي بنتكلم في 15 سنه فريق بلديه المحله عايز يصعد يكون متواجد وبينافس في مسابقه الدوري، هل انت بتساعدهم ان هم يتوجوا نجاحهم ده بان هم يكونوا متواجدين في دوري النجوميه والشهره والاضواء؟ من وجهه نظرك شايف ان ده فرق معاهم معنويا علشان كده مقدمين الاداء الرائع ده؟ بالظبط، هو ده، هو يعني هو كان هم كانوا مشاركينا في الحلم والطموح ده من اول يوم السنه اللي فاتت في رحله الصعود، فبقائهم اداهم دافع واداهم روح عاليه جدا، انه لما الواحد بينجح دايما ويشوف ثمره نجاحه بتكبر قدامه وبتظهر للناس، فدايما بيبقى عايز يحافظ عليها، فدي الروح اللي موجوده. كمان التدعيمات اللي دخلت كمان على الفريق عايشه نفس الروح، لان عندها برضو طموح، سواء الاعارات انها زي ماجد هاني رجع منتخب مصر، زي لعيبه كتيره جدا عندها دوافع انها ترجع منتخب مصر وترجع انديتها اقوى، سواء اللعيبه اللي موجوده الجديده ان هي يكون نادي البلديه، وده دايما بنشتغل عليه انه يكون نافذه قويه للدوريات الخارجيه والدوري المصري ومنتخب مصر، فدوافع كلها ان شاء الله باذن الله نقدر نحافظ عليها، وان احنا نقدر طول الوقت ان احنا نجدد الحوافز دي عند اللعيبه ونحافظ على الدوافع اللي عندهم، نوصل لحاجه كويسه ان شاء الله. هل نقدر نقول ان بلديه المحله هو المنافس العنيد اللي بيوقف قطار النقاط بالنسبه للفرق؟ يعني قدرتوا ان انتوا تفوزوا على المقاولون العرب وعلى سموحه، فرقتين تقال جدا، وخسرتوا من سموحه وفي نفس التوقيت بنتكلم على انك انت تعادلت مع الاتحاد السكندري، تعادلت مع زاد، وزاد ماشي كان بخطه ثابته من بدايه الدوري، والاتحاد السكندري عنده نجوم وطبعا وتالق شديد، فهل نقول انك بتوقف قطار النقاط او بتعكنن على الفرق لا من البدايه كده؟ والله يعني هو الميزه ان السنه دي الدوري كله الفرق كلها مستعده كويس جدا، وكل الفرق ما شاء الله عندها قوام اساسي بتاعها من السنه اللي فاتت مستمرين بيه، زاد عامل طبعا سكواد قوي جدا، عنده برضو ثبات في الجهاز الفني، وعنده لعيبه برضو موجوده من السنه اللي فاتت، وعنده إدارة طبعا محترفة جدا، فسموحة طبعا فريق كبير، كابتن أحمد سامي مدرب كبير جدا، لكن زي ما بقول لحضرتك احنا الدافع بتاعنا دايما طول الوقت ازاي نظهر بشكل كويس، ازاي يبقى فريق نادي البلدية ليه شخصية ظاهرة في الملعب، وانت بتدافع ظاهرة، وانت بتهاجم ظاهرة، وانت خسران ظاهرة، وانت متعادل، شخصية الفرقة دي اللي احنا بنشتغل عليها طول الوقت، وشخصية اللعيبة دي اللي احنا بنشتغل نكون كله تيم واحد وكله بيشتغل في اطار سيستم ومنظومه واحده، هو ده اللي احنا بنحافظ عليه. والله النتيجه دي بتاعت ربنا، يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى يعني مطلع على المجهود اللي بيتبذل من الجهاز الفني واللعيبه على مدار الايام والتمرينات، والحمد لله يعني ان شاء الله. معنى كده يا دكتور انك بتقول ان انتوا هدفكم تحققوا مركز متقدم في الدوري، مش انك تكون بتنافس فقط؟ لا، انا
احنا التارجت بتاعنا بقاء في الدوري ممتاز. البقاء، البقاء ده الصراحه بقاء في هل اقدر اقول ده تواضع ولا لا. علشان ما تعشمش اللعيبه وتعيش الجماهير في واحده من الاول؟ لا لا خالص، بس انا ما بحبش دايما زي ما حضرتك بتقولي، انا ما بحبش ان انا ارفع سقف الطموح من البدايه. بالظبط، انا يبقى عندي اهداف طول الوقت بحققها، وبعد اول لما احقق هدف ادور على الهدف اللي بعده، لكن مهم جدا ان انا احقق الهدف الاولاني ان انا اضمن البقاء، بعدها لو في اهداف بعدها هتيجي معانا تاني ان شاء الله في صباح اون تايم، وهتغير الكلام وقتها وهتقولي احنا غيرنا سقف الطموح بتاعنا وطموحنا دلوقتي ان احنا لا نبقى بننافس على المربع الذهبي ان شاء الله. طيب هتكلم معاك على الكابتن احمد عبد الرؤوف، كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت عن بدايه رهانك على الكابتن احمد عبد الرؤوف، الاستسلام يمكن اللي عانى منه الكابتن احمد في منتصف منافسته في دوري القسم الثاني، كان ممكن ان هو يستسلم في بعض الامور، قدرتوا ان انتوا تكملوا الحلم مع بعض، وسالتك وقتها هل في بعض الاحيان لما المدير الفني بيخفق في النتائج ممكن انه زي ما شايفين في الفرق الحاليه رحيل مستر بابا فاسيلي وعن فريق البنك الاهلي، ايضا انضمام كابتن خالد جلال لفريق فاركو، عندكم مواجهه قادمه ان شاء الله امام فاركو، اعتقد هتكون مش سهله خصوصا في ظل خساره كابتن خالد جلال في المواجهه الاخيره وفوزه طبعا في المواجهه اللي قبلها. شايف حالة التنقلات اللي بتحصل في الدوري بدري، هل ممكن لا قدر الله مع إخفاق الكابتن أحمد عبد الرؤوف الكلام يتغير ولا لا ثابت على مبدأك، إلا يعني في لو قلنا بقى أن أسوأ النتائج ممكن يعاني منها بلدية المحلة في التوقيت ده ممكن الكابتن أحمد عبد الرؤوف يرحل؟ طيب أنا موضوع التغيير الأجهزة الفنية ده بيكون يعني لو أنا مثلا نفسي بشتغل أو بفكر بطريقة مختلفة شوية، أنه بكون قريب جدا من الفريق ومن الجهاز الفني، وبكون قاري شوية الوضع وصل إيه، مش النتائج بس هي اللي بتحكم قراري. فده يخص اكيد حالات الانديه الثانيه، لا الانديه الثانيه في التغيير اكيد يعني هم ادرى بوضع الفريق، وضع اوضه اللبس، وضع الروح المعنويه للعيبه، وضع الجماهيري سواء لو كان انديه الجماهيريه. بالنسبه لنا احنا لا، انا بالنسبه لنا مهما ساءت الامور انا مكمل، بس انا بقول لك ان الامور عمرها ما هتسوء يعني لدرجه ان مكمل المسيره، لكن مكمل على التجربه بتاعه الكابتن احمد عبد الرؤوف وجهازه الفني لنهايه الموسم. يعني كابتن احمد عبد الرؤوف الكل اشاد بتجربته الشبابيه والرهان على العناصر الشباب اللي في التوقيت ده بتصنع الفارق في المباريات، مباريات مع نجوم عندهم خبرات كبيره في مسابقه الدوري، ولكن الكل بيرجع ده لفكره انه كابتن احمد عبد الرؤوف كان مدرب في قطاع الناشئين وانه عنده خبرات، عارف اللاعب ده جاي فين او انه هيكون عنده مستقبل عامل ازاي، حتى في اختياراته او في التوليفه اللي قدر يعملها من تدعيمات في بدايه الموسم. تعليقك ايه على الجانب ده، وهل نقدر نقول انه الاعمار السنيه مع صغر سن كابتن احمد عبد الرؤوف خلى الحاله اللي بتكلم عليها متواجده او متحققه مع فريق بلديه المحله؟ بصي، هو الموضوع مش موضوع سن بس، يعني وارد انه يكون في مدير فني صغير في السن لكن ما بيشتغلش على الفرقه وما بيشتغلش على تكوين الفرقه وما بيشتغلش على شخصيات اللعيبه وما بيشتغلش على تطوير الاداء وما بيشتغلش على كل ده. الميزه الموجوده في كابتن احمد عبد الرؤوف ان هو صغير في السن فقريب من اللعيبه، وكمان بيشتغل على تطوير الاداء وازاي ان هو يرفع من المستوى الفني ويرفع من الاحمال البدنيه، بيشتغل شغل وعايش لقصه زي ما اتكلمت قبل كده طول الوقت ان هو عايش لقصه الفريق وان هو ازاي التجربه دي تنجح معاه بكل المقاييس يعني. فعشان كده وهو بيكون الفرقه كان مركز جدا في الحته دي، وهو طول الوقت على مدار الماتشات حتى وعلى مدار التمرينات بيشتغل على نفس الجزئيه، فهي دي الميزه اللي موجوده، مش بس ان هو صغير في السن وعارف الجيل اللي لسه طالع كويس لان هو كان المدير الفني ل 2003 في نادي الزمالك، لا هو بس كمان بيشتغل باسلوب مختلف تماما، فعشان كده يعني ربنا بيكرمه يعني. تعالى نشوف بقى يا دكتور مصطفى كابتن احمد عبد الرؤوف هيقول لنا ايه في تصريحاته لصباح اون تايم، وايضا الكابتن حماده علوي مدير الكره بفريق بلديه المحله، نستمتع مع حضراتكم بكلامهم ونرجع لكم مره ثانيه. الحمد لله يعني كنا نأمل ببداية أفضل من كده وأحسن من كده، ولكن يعني الأمور يعني شغالين بشكل كويس. الأول لازم
اقول ان انا مؤمن جدا بمجموعه اللعيبه اللي موجوده، ومؤمن جدا بقدراتهم، ومؤمن جدا ان احنا هنبتدي بشكل معين وبظروف معينه، وعلى مدار الدوري يعني اكيد ده هيتطور وهنشتغل لمنطقه افضل واحسن من كده. ما عنديش قلق خالص على مجموعه اللعيبه اللي موجوده. الدوري السنه دوري صعب جدا جدا جدا، عارفين ان اخر ماتش كان في ايدينا، ماتش الاتحاد كان في ايدينا الثلاثه بونت، وكنا نقدر ناخدهم بشكل كويس، ولكن الاخطاء جزء من كره القدم، وانا مقتنع بكده ومؤمن ان دايما لازم تشتغل على حاله اللعيب اللي موجود معاك، اللي انت اخترته واللي موجود في السيستم والنظام بتاعك، ولازم تشتغل على ان هو يتطور بشكل كبير جدا جدا جدا. عارف ومقتنع ان الدوري السنه دي محتاج حجم شغل كبير جدا، ومحتاج لعيبه جاهزه للقصه دي، وان شاء الله هنبقى جاهزين ان شاء الله بشكل اكتر وافضل من كده كمان. بس خلينا مقتنعين ان جزء مهم جدا جدا ان انت كفريق جماهيري لازم يبقى عندك الملعب اللي انت بتشتغل عليه بتلعب عليه، ده جزء مهم جدا، وانا مؤمن بده جدا، لان احنا فرقه بتشتغل على فكره البناء والخروج بالكوره فلازم يبقى طول الوقت انت متعود على الملعب. لكن يعني موضوع اللعب على الملعب غزل المحله هو موضوع مش مضايقني خالص. طول الوقت احنا عندنا قناعه وايمان ان الناس فيها يعني بتحاول تتعاون على مستوى ان احنا ناخد الملعب. احنا ملعب الماتش الاولاني احنا خدنا الملعب تمرينه واحده بس، الماتش الثاني خدنا ثلاث او اربع تمرينات، لحد لما اللعيبه تتعود على الملعب ونشتغل عليه اكتر واكتر. انا شخصيا كنت بتمنى نلعب على الملعب البلديه، لكن موضوع اللعب على ملعب غزل المحله موضوع مش مضايقني خالص. محظوظ جدا ان انا اشتغلت مع اداره نادي بلديه المحله، خصوصا مع الباشمهندس مصطفى الشامي كابتن حماده، يعني الراجل ده لو اتكلمت عليه هتكلم عليه كتير جدا جدا، بيساعدني على المستوى الشخصي بشكل كتير جدا. السنة اللي فاتت احنا مرينا بظروف صعبة جدا على مستوى الإدارة والجهاز الفني، لأن أنا بقول شغل في الدرجة الثانية موضوع صعب جدا جدا مش سهل، يعني خصوصا في كان مجموعة بحري والأندية الجماهيرية اللي كانت بتشتغل على مستوى الصعود، وضع نادي بلدية المحلة كنادي جماهيري وقد إيه النادي ده نادي تاريخي، وقد إيه أنا عارف إن الباشمهندس مصطفى قد إيه هو مؤمن بالنادي ده بيحبه جدا، ومقتنع ان هو نادي ممكن يوصل لمكان ابعد وابعد من كده. انا كمان من خلال وجودي في المكان ده انا مؤمن بكده، ومؤمن باي ظروف انت بتمر بيها جوه نادي بلدية المحلة. الحمد لله السنه بدأ كويس، عارف عشان تكسب مقاولين في المقاولين وتعادل مع زد، والنتائج كلها كويسه معقوله. احنا طبعا كنا بنامل النتائج تبقى احسن من كده، كان عندنا مباراتين على ملعبنا اتهزمنا من سموحة، كناش كويسين كناش موفقين. الماتش اللي فات ماتش الاتحاد اللي هو اخر ماتش لنا في الدوري قبل التأجيل بتاع ماتش الاهلي كنا متقدمين وبرضو تعادلنا، بس الاداء نفسه اداء كويس اداء مطمن. احنا زي ما قلنا قبل كده من اول السنة ده مشروع بالنسبة لنا، بنشتغل بلعيبة عايزة تثبت وجودها، في لعيبه جايه من القسم الثاني، في لعيبه كانت مستمره معانا من السنه اللي فاتت، دي تجربه وبنشتغل بامكانيات النادي، امكانيات كويسه برضو بس مش زي الامكانيات بتاع الفرق الثانيه، بتشتغل بميزانيه معقوله، في نتائج 5 بونت معقولين كبدايه يعني. طبعا ان شاء الله عندنا مباراه الجايه مباراه فاركو على ملعبنا ان شاء الله، نامل ان احنا ناخد الثلاثه بونت. هو من ساعة ما مصطفى الشامي موجود ومجلس الإدارة بتاعه احنا بنشتغل بسيستم، هو رئيس النادي ومشرف عام على الكورة، وفي مدير كورة وفي مدير فني، في جهاز فني، في جهاز إداري، في جهاز طبي، كل واحد عارف شغله. انت شايف احنا كلامنا قليل بس كل واحد عارف ليه دوره، ده سيستم محدش بيدخل في أي حاجة. الجهاز الفني له كل حاجة خاصة بالملعب والتعاقدات والاستغناءات، كل حاجة خاصة بالجهاز الفني. احنا داعم مين للجهاز؟ مجلس إدارة داعم لنا، كفاية ان هو دخلش خالص، راجل مشرف على الكورة بيجي يحقق طلبات الجهاز، وده اقصى حاجة. انت في اندية تانية مجلس إدارة بنسمع عن مجلس إدارة بتدخل لعبت ده ليه ما لعبتش ده ليه، احنا ما عندناش الكلام ده خالص.
أعود لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، وبعد ما استمتعنا باللقاءات الخاصة ببلدية المحلة تعالوا نروح مع حضراتكم لفاصل قصير، بعدها نرجع نستكمل حوارنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا عودة لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة احنا عايزين نقول لكم خبر بخصوص الجواز وبخصوص نجومنا اللي بيكونوا مشرفينا في كل مكان. بيعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عن استضافة دولة المغرب الشقيقة بإذن الله للنسخة الجديدة من حفل جوائز كاف 11 ديسمبر المقبل. كاف بيعلن المرشحين طبعا للجوائز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بجائزة أفضل النادي في افريقيا والمرشح ليها النادي الأهلي، مع أبرز المرشحين معاه زي رجاء المغربي والوداد المغربي وسان داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي. أما عن جائزة أفضل مدرب والمتواجد فيها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ومعاه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وعبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري. واخر جايزه هتكون جايزه افضل حارس، والمرشح ليها محمد الشناوي حارس النادي الاهلي، واللي بينافسه اكتر من اسم كبير زي ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، وادوارد ماندي حارس السنغال، واونانا حارس منتخب الكاميرون. كل التوفيق يا رب لنجومنا وايضا لممثل مصر هو النادي الاهلي، وطبعا مستر كولر اللي بالتاكيد هيكون بينافس بقوه وبشراسه مع وليد الركراكي، ويعني بنعيش معاكم كده الاجواء بتاعه المسابقات دي بمنتهى الحماس، لان احنا دايما نجومنا بيشرفونا في كل مكان. عودة لحضرتك يا دكتور مصطفى مره تانية، واروح معاك للتصريحات الخاصه للكابتن احمد عبد الرؤوف والكابتن حماده علوي. تعليقك ايه؟ ودايما اللي بلاحظه في الحديث او التصريحات جزئيه انه مجلس الاداره ما بيتدخلش في الامور الفنيه، هل فعلا انت مديهم الحريه دي ومديهم السبيس الخاص بالتدريب؟ طبعا هو حضرتك، انا زي ما هو كابتن احمد اتكلم وكابتن حماده، هو قصه احنا اختيارنا وقع على كابتن احمد عبد الرؤوف علشان مؤمنين بفكره، مؤمنين بامكانياته. انا عندي ايمان كبير جدا باللي هو عايز يقدمه، واللي عنده لسه كمان ما ظهرش للناس يعني. فانا هتدخل ليه؟ احنا بيبقى عندنا اجتماع بصفه مستمره بنتكلم وبنتناقش، واي انا عندي وجهه نظر، هو عنده وجهه نظر، كابتن حماده عنده وجهه نظر، بنتناقش فيها وبنحطها على الترابيزه وبنتكلم فيها كلها. ولكن القرار في الاخر، انا دوري الاساسي ان انا اكون داعم لقراراته، داعم لاختياراته، واقدر ان انا اوفر الاجواء والامكانيات لتحقيق كل الرغبات اللي هو بيبقى محتاجها. زي ما هو كمان اتكلم على الملعب، طبعا انا بشكر من عند حضرتك هنا اداره نادي غزه المحله والمهندس وليد خليل رئيس شركه الكوره، والمهندس احمد شاكر رئيس شركه مصر المحله، على الحقيقه يعني استضافتهم وكل السبل المساعده اللي بيقدموها النادي البلديه. كمان بشكر جماهير غزه المحله اللي هم يعني هم وجماهير البلديه دايما طول الوقت موجودين مع بعض على طول في كل الأحداث، دايما بعيدا حتى عن المناوشات ساعات اللي بتحصل، لكن دايما احنا أهل وأسرة واحدة وأهل مدينة واحدة، وإن شاء الله بإذن الله نسعد بعودة غزة المحلة للدوري الممتاز في أول سنة إن شاء الله. في سؤال دايما ما بحبش أسأله، وهو مين اللعيبة اللي نالوا إعجابك حتى هذه اللحظة، علشان ما يعملش إحباط للعيبة المتواجدين في الفريق. ولكن أسألك آخر سؤال، هو بالتأكيد التدعيمات أو الخطة اللي ممكن تكون بتفكر فيها في الانتقالات الشتوية القادمة، بتفكر تدعم مراكز إيه؟ أنا شايف إن لسه بدري شوية على موضوع الانتقالات يناير، لكن هتبقى يعني أعتقد إن احنا هتكون التدعيمات في نطاق قليل جدا جدا جدا، لأن احنا الحمد لله واحنا بنكون الفرقة مع كابتن أحمد عبد الرؤوف عندنا بدايل في كل مركز، واحد واثنين وثلاثة موجودين، وده اللي بيخلق المنافسة وبيخلق الشكل اللي هو بيظهر على في المباريات. فلا يعني أعتقد إنها هتبقى في نطاق قليل جدا جدا يعني. حقيقة التعاقد مع سامسون أكينولا؟ لا خالص، الكلام ده ما حصلش. مفيش؟ لا لا خالص.
لو اتكلمت معاك عن الاجتماع الثلاثي اللي دار بالامس ما بين لو اتكلمنا طبعا على ثلاث رؤساء انديه سواء كانوا استاذ نصر ابو الحسن رئيس الاسماعيلي، كامل ابو علي رئيس المصري البورسعيدي، ومحمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري. هنقدر نقول كده في ممكن تبادلات في الصفقات؟ ده كان الاجتماع ده كان من اكتر تقريبا من 10 ايام كانديه جماهيريه موجوده، وكان طبعا النائب محمد مصلحي كان في قطر في البطوله بتاعه السله، كان رئيس البعثه وكان متواجد معانا في الاجتماع خلال الاجتماع على التليفون يعني. وتبحثنا الامور كتيره جدا تخص التسويق والرعايه والمشاكل اللي بتمر بيها الانديه الجماهيريه علشان نقدر نصمد في ظل الامور الصعبه جدا اللي احنا بنعدي بيها يعني. في النهايه كلمه او رساله منك لجمهور بلديه المحله تقول لهم ايه؟ والله جمهور البلدية يعني أنا بشكرهم على الدعم طول السنين اللي فاتت 15 سنة بيشجعوا فرقتهم طول الوقت من غير حتى ما يبقى فيه حتى أمل للصعود على مدار 15 سنة، والناس ما عمرها ما كلت ولا ملت من تشجيع فرقتها. بطمنهم إن شاء الله بإذن الله إن احنا هنلعب، مش عايزهم ينساقوا بس شوية ورا بعض الإشاعات والمغرضين اللي بيطلعوا يتكلموا إن احنا عايزين نلعب بدون جمهور. بالعكس أنا أمنيتي إن أنا المدرجات تبقى مليانة بجمهور بلدية المحلة ويرجع جمهور بلدية المحلة تاني مالي المدرجات، وبدعوهم من المباراة إن شاء الله بإذن الله اللي جاية في استاد غزل المحلة إن هم يعني يكونوا متواجدين. تذاكر أعتقد أسعارها معقولة يعني، إن شاء الله يكونوا موجودين في مباراة فاركو على استاد غزل المحلة ويطمنوا ما يقلقوش. ملعبنا الأساسي غزل المحلة، ملعب كفر الشيخ ملعب احتياطي بس علشان الشروط اللي موجودة يعني من الرابطة واتحاد الكورة. دكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، تحياتنا ليك، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جدا، سعيد جدا بوجودي وحضرتك. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، والتعليق على أبرز طبعا إجاباتكم والتعليقات اللي جات لنا كانت كالتالي. هشام بيقول شناوي، معلول، ياسر، عبد المنعم، أكرم، إمام، ديان كوكا، رضا سليم، وتاو وشحات. سامح علي بيقول الشناوي، الدفاع معلول، عبد المنعم، ياسر، إبراهيم، أكرم، توفيق، الوسط ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور، والهجوم الشحات وكهربا ورضا سليم. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، تجدد لقائنا دائما عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت. سيبكم النهاردة تستمتعوا بمباراة الدوري الإفريقي، مباراة النادي الأهلي وسان داونز الساعة 8 مساء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت بإذن الله، تابعوها ونستمتع مع حضراتكم بالتأكيد، ونشوفكم وحلقة جديدة من صباح أون تايم، ويومكم خير وسعادة وفرح.